أو تصميم قرعة مقديلة، خدمت لها تصميم اللي يقدر يتناسب مع المنتجات الأجنبية، وبها خدمته كان لازم نحط نقاط اللي نخدم عليها. أنا اللي دوتيتي تاع المنتج، نقدروا نبينوها في اللون الوردي، في الباكيج تاع البرودوي، واللوغو وليزانفورماسيون. بصح لو نحبوا نطلعوا من قيمة المنتج ونحسنوا من شكله، فضلت نغير نوع القرعة. كتبت لكم الفكرة والسبب في الكومنتار اللي حاب يفهم. وكي جيت نخير العبوة، كنت حاير بين هذا الزوج، مي فينالمون خيرت هذا النوع. وكي بديت في التصميم جاتني الفكرة انه نخدمه بالكروم ستايل. فتحت الإليستريتور وبديت تريسين تاع ايكون قديلة، بعدها فتحت ادوبي سبستنس ودرت الكروماتيك ايفاكت اللي حبينا، وهكا وجدت الايكون. بعدها خيرت نوع الخط اللي يتوالم مع التصميم، ونظمت المعلومات حسب الاولويات تاعهم، واخر شيء زدت اللوجو. وفي الاخير ما تنساوش ديروا فولو باش نعوضوا الكونت القديم اللي سرقوه، وهذا النتيجة.